عندنا طبق جدا مميز سلون كثير من الاخوان. اول ما دخلت قالوا شنو الطبق اليوم؟ قلت راح نعد اليوم البيبر ستيك، ستيك بالفلفل راح نعده من الالف الى الياء. طبعا مثل ما اغلب المشاهدين يعرفون انه عامه يكون الستيك يا اما يكون لحم او دجاجه او حتى سمك، يعني هاي ثلاث انواع من اللحوم وتجي مشتقات اخرى يعد منها الستيك، لكن البيبر ستيك يكون مختص باللحم الاحمر اللي هو لحم حبل الظهر الفيليا، ايضا مع مكونات اخرى بسيطه راح تكون صلصه البيبر اللي راح نشتغلها من الفليا بطريقه مبسطه، يعني ما راح نعد الديميغلاس الحقيقي لانه يتعذر اعداده، ولا جبناه جاهز هذا الباودر او حتى اللي مجهز مسبقا، راح نشتغل هنا بطريقه سريعه من خلاصه الستيك او من الديجوم الخاص بالستيك، وراح نعد معه ايضا البيبر والتفاصيل الاخرى حتى يكون عندنا البيبر صوص المرافق للطبق. طبعا راح تكون عندنا مرافقات اخرى مع الطبق اللي هي مجموعه من الخضروات الموسميه المتوفره، والخضروات المتوفره عندنا انا استخدمت الذره عرانيس الذره الصغيره، واستخدمت ايضا القرنابيط الكوليفلاور، واستخدمت ايضا كاروتس الجزر، هذه عندي اساسيه بالاضافه الى اوراق السلق اللي راح تكون عندنا حاضره لتغيير مود الطبق لان اللون الاخضر مطلوب جدا في الطبق، وبنفس الوقت قيمته الغذائيه العاليه جدا محتاجيها. ان شاء الله تتابعون طبقنا خطوه بخطوه. مشاهدينا مثل ما تشاهدون انا بديت خطوات سريعه وفعليه لاعداد اطباقنا لهذا اليوم. اول مرحله راح ابدا بها هي عمليه تتبيل قطع اللحم، عندي هنا موجوده بالطبق، راح اخذ كميه بسيطه جدا من البهار الاسود. بسم الله هالشكل هذا البسيط، رشه بسيطه البهار الاسود كمرحله اولى. طبعا البعض يقول لك انت ممكن نضيف الملح في البدايات ممكن في الاخير، انا افضل اضيفه في منتصف عمليه استواء حتى يبدي عند اللحم هنا ياخذ تنفس بسيط، تبدي تشد اجزاء او عضلاته، وبعدها راح نبدي نشتغل باضافه الملح. هسه احنا ضفنا فلفل اسود وضفنا زيت فقط مع الستيك، عندي هنا مقلاه وضعتها على النار الان حتى انتظر فقط تبدي تسخن عندي شويه، ضروري عندي تكون المقلاه ساخنه جدا. ضروري تكون ساخنة عند المقلاة بشكل جيد. فعندي هنا مثل ما تشاهدون كمية بسيطة من الماء، أريد أدهن قطعة المقلاة هذه أمسحها بالماء وبعد ذلك أدهنها بالدهن حتى تكون عندي مميزة طريقة استقبال هذه قطعة اللحم ولمها لكل تفاصيل اللحم بشكل قوي، هو هذا اللي اريده انا. بسم الله كميه بسيطه من الزيت جدا بسيطه، يعني نفس الكميه ضفتها فوق اللحم. ايضا عندي هناك قطع بطاطا اذا تشاهدون هي عباره عن مكعبات سويتها، انتظر فقط تغلي بعد دقائق بسيطه. عندي هنا الفلفل الاسود الحب انا حمصته حقيقه، حمصته راح ابدا عليه عمليه تكسير. البعض يقول طحن اقول له لا تكسير، ضروري الفلفل عندي يكون بعد التحميص اللي تم يتكسر، الطحن ما يخدمني مثل اللي شاهدتوه ضفناه فوق اللحم يعطي حراره عاليه جدا بدون ما نحس به، هذا يعطيني نكهه وينطي حراره وينطي طعام وينطي شكل ايضا للصوص ويعطي طعم قوي للحم نفسه. عمليه تكسير سريعه يعني هي عملية جرش مثل ما نسميها احنا. طبعا تعرفون احنا المطابخ شو نسوي، هاي نوضعها في قطعة قماش نظيفها وبعد ذلك نبدأ عليها عملية طرق. عملية الطرق ايش راح تسوي؟ تؤدي الى تكسير حبات الفلفل الاسود وبالتالي راح تعطي نتيجة جدا مميزة. لكن هنا احنا ايش نسوي؟ نشتغل بطريقة ابسط لسيدة المنزل اذا حبت تعد هذا الطبق، او حتى للشيف اذا راد يعد هذا الكمية من الفلفل، ممكن انه يحمرها ويا اما يدقها في قطعة قماش نظيفة أو يبدي يكسرها بالطريقة هاي ويحفظها في علبة، لكن المفروض ما تنحفظ أكثر من 5 أيام، لأن يعني بعدها راح تبدي تقل المونة مالتها أو الرائحة مالتها تروح، وهو أجمل ما بالفلفل الأسود بعد التحمير هو الرائحة مالته اللي هي جدا تكون مميزة. عندي هنا بهالشكل. صارت عندي جاهزة الآن كمية فلفل.
مثل ما تشاهدون. فكل نحتاج انه نعد الصلصه فيما بعد. عندي هنا غليان البطاطا اريد يستمر بعد في دقيقتين او ثلاثه حتى ناخذ المهم حتى الخلاصه، او نفسه راح ننزل به ورق السلك حتى نستفاد منه نعمله بشكل ملفوف حتى يكون جاهز عندي في الطبق وعمليه تزيين الطبق. عندي هنا قطع الفيليه ماخذه التتبيل المناسب، قلنا بدون ملح فقط فلفل اسود ورشه جدا بسيطه فلفل اسود والزيت. طبعا بدون حامض بدون اي اضافات. نوضع قطع الفيليه بهالشكل هذا. بسم الله. وبالطريقه في داخل المقلاة. طبعا تحتاج الى عنايه تامه اثناء الشوي ومتابعه، يعني هذا الموضوع احنا لازم نعده. بسم الله. لازم نبقى نتابع، يعني نحسب 3 دقائق بعد ذلك نقلب قطعة اللحم على وجه ثاني، ونحسب 3 دقائق أخرى. هذه العملية ما راح تخلي اللحم يطلع العصارة مالته والصوص مالته اللي برا، يمكن بعض المواد البسيطة اللي راح تخرج عندي وتكون في داخل المقلاة هذه راح نستغلها في عمل الصوص، اللي هي هاي المادة اللي تسمى الديجون. نضيف لها كمية بسيطة من الزبدة ونضيف ملعقة طعام من الطحين، نبدأ نقلب المزيج كله، راح يبدأ ياخذ طعم بعد ذلك نعززه بطعم الفلفل الاسود. طبعا نسيت اقول لكم انه بعد ما نضيف الزبده نضيف رشه جدا بسيطه من البصل، يعني كميه جدا بسيطه تقريبا 5 غرامات او 10 غرامات من البصل المفروم ناعم. كذلك يمكن نقدر نضيف فص واحد مال ثوم حتى نعزز النكهه ونعزز الطعم. وبعدها نضيف الطحين تقريبا وحده ونطفيها بماء خضروات، ماء اساس اللي متوفر عندي، ممكن كميه بسيطه من صلصه الصويا اللي هي تكون الثقيلة جدا، اللي هي يكون لونها جدا ثقيل لكن طعمها خفيف. ذات الطعم الخفيف نستخدمها حتى تعطيني جمالية وتعطي تفاصيل أخرى. هاي العملية كلها راح تتم إن شاء الله البارك القادم. أنا راح أجهز الخضروات، أسلق اللي يسلقه وأجهز اللي أجهزه حتى نبدي بعدها نكمل تفاصيلنا الكاملة من الألف إلى الياء. مشاهدين الكرام، إحنا وصلنا مرحلة جيدة ومتقدمة في إعداد الطبق من هذا اليوم. عندي هنا مجموعة خضروات بدينا عليها عملية سلق، يعني عندي هنا السلق، سلق يعني نزلنا بالماء المغلي. عندي هنا خلاصة سلق البطاطا وأيضا خلاصة الجزر صارت عندي موجودة هنا بالداخل، أحتاج أنا هذا الماء مثل ما قلت لكم بالبداية. عندي هنا بداخل الفرن دخلنا قطع البطاطا اللي سلقناها 60% وأيضا قطع القرنابيطة اللي تبلناها بملح وفلفل أسود وزيت أيضا، ودخلناها على درجة حرارة 230 من الأعلى فقط لأنها تبدي تاخذ شوي وتحمير بشكل سريع. هسه عندي مثل ما تشاهدون عندي مقلاه هنا ساخنه، راح اضيف قطعه من الزبد في داخل المقلاه حتى ابدي اذوبها بشكل سريع. ابدي اذوبها بشكل سريع. طبعا هذه الخلاصه والدجو تحتاج الى وقت حتى تذوب، يعني لانه مثل ما نشاهد احنا بدت متكتله بسبب انه بقت فتره طويله يعني على نار. هذا ايش راح نسوي؟ احنا راح نضيف البصل معاه. اكو عندي هنا كميه من البصل ناعمه ابدي اخذها ناعم. طبعا الثوم ايضا المفروض يضاف حسب الرغبه، انا ما حبيت اضيف ثوم، مو الكل يحب طعم الثوم. ونبدا نحرك بشكل كامل، شغل سريع، تحريك سريع بشكل مثل ما تشاهدون مميز حتى الكل يصير عندي هنا مشوح وجاهز. خلينا بس انطي شوية زيت، شوية ملعقتين طعام تقريبا حتى نعد لنا الصوص. الطريقة ونبدأ نحرك أيضا بسرعة. احتاج انه هاي التفاصيل كلها تكون عندي جاهزه وسريعه. وراح تبدي عندي هنا تتحمر قطع البصل. نرجع نشوف مره ثانيه. عندي الان البطاطا والقرنابيط بدات تاخذ درجه الشواء المطلوبه. يعني هي دقيقة واحدة ودقيقتين تقريبا نحتاج حتى يكون عندي كل شيء جاهز بالنسبة للصوص. البصل راح يتحمر بعدها حتى نضيف الطحين. وعندي هنا هذا نحتاج إلى 10 دقائق حتى يكون كل شيء عندي محمر وجاهز للتقديم.
نبدا يا بان نحرك هالشكل، زبده زيت وتحريك مستمر وصل ناعم. عندي هنا فلفل اسود حب، يعني حمرناه وبعد ذلك كسرناه، حمرناه وكسرناه حتى نبدي نخرج منه الخلاصه. راح نضيف الان، احتاج انه اشوحه مع البصل. بسم الله، رائحته جدا ذكيه ومميزه. بدي اشوحه مع البصل، طبعا هو متحمر هذا، حمصناه وطحناه بعدها. اشوحه مع البصل بالزبده والزيت حتى يكون عندي هنا ياخذ طعم واحد. اذا تشاهدنا كل لون غامق صار داخل المقلاه، هذا لون كتل الدجو او الخلاصه اللي كانت ملتصقه بالمقلاه. على نار هادئه ذوبناها مع الزبده مع الزيت مع اضافه الفلفل البصل والفلفل الاسود. تحمير ثواني، اجيب كميه بسيطه من الطحين. تقريبا ملعقة طعام او اقل، نوزعها بهالشكل ونبدا نقلب. بسم الله، تحريك كامل متواصل. دقيقة او دقيقتين مع التحمير المتواصل راح يتغير لون حتى الطحين اللي ضفناه يبدي يتحمر. نرجع نكشف مرة ثانية على الخضار لسه دقائق اخرى حتى تكمل. الصوص عندي هنا بسم الله ما شاء الله بدا ياخذ الترتيب مالته او النكهه مالته. احنا حتى شو نسوي؟ حتى نبدا نشتغل عليها نجهزها بشكل تام. احتاج الى انه اخذ كميه من الماء واضيفه. طبعا انا ايش عندي هنا؟ عندي ماء سلق الجزر. بسم الله، نضيف هالشكل. ماء سلق الجزر والسلق والبطاطا كلها هنا يعني تواجد عندي في داخل هذا الماء، يعني قيمه غذائيه كامله. نرجع نسوي ناخذ كميه اخرى من الماء. خلاص عرفنا حجم السمك اللي صار عندنا هنا بالصوص، كميه الخلاصه والدجو اللي كانت عندنا موجوده. تحريك سريع مثل ما تشاهدون على نار هادئه جدا. ايضا نضيف مثل ما تشاهدون بالشكل هذا. نشوف احنا بدا عندي كل شيء ياخذ تحمير. بسم الله ما شاء الله، عند الصوص هنا ايضا بدا يجهز. الصوص مالتنا شو يحتاج له؟ تحريك مستمر ومراعاة انه درجة السمك اللي راح يكون بيها، يعني انا احاول اخليه يبدي يكون خفيف، لكن هو بعد غلوة أربع أو خمس دقائق حتى محتوى الفلفل أيضا ينزل عندي داخل الصوص. إيش راح يكون عندي؟ راح يكون السمك المطلوب هو اللي حاضر عندنا وجاهز. وبنفس الوقت أيضا راح نبدأ نعدل الطعم بالملح، لأنه هذا الصوص بدون ملح. اللحم ضفنا له متأخر كمية بسيطة من الملح بعد ما أخذ تحميره بشكل تام. إيش راح نسوي هسه؟ نبدأ ناخذ رشة ملح خفيفة جدا خفيفة، وبعدها راح اضيف كميه بسيطه من صوص الصويا اللي هو فقط للون، مو كنوع، فقط للون.
نضيف كمية جدا بسيطة. بسم الله. فقط اللون هذا، الطعم والنكهات بسيطة ضعيفة. هذا يخدمني في هذا الطبق. تحريك مستمر حتى الكل يتجانس. يمكن عندي هنا تقريبا صارت الصلصة جاهزة، لها دقائق بسيطة حتى تجهز بشكل تام. بالأثناء نرجع ونشوف الخضروات. بسم الله ما شاء الله، بدأ عندي هذا التحريك السريع وبدأ هذا الترتيب السريع، بدأ اللون عندي يتغير. يا ريت أستاذ أحمد ناخذ لقطة عليه. اللون بدأ عندي هنا يتغير. هسه اللي راح نسوي، احنا راح نبدي نجهز أطباقنا أو نرتب أطباقنا للتجهيز النهائي. طبعا عندي هنا المقلاة، نوضعها وناخذ قطع الطماطم. طبعا الطماطم ناخذ قطعة واحدة، نقطع المؤخرة مالتها اللي هي قد تكون ضارة في بعض الأحيان، تحتوي على بعض المواد تسبب الرمل في الكلى أو في البثانة، ونبدأ نوضعها حتى تبدي تاخذ الشوي المطلوب. أيضا عندي هنا، بسم الله، طبقين اساس نوضع بداخلهم التفاصيل كلها. عندي هنا السلق، طبعا اني مخير بين انه اقطع بهالشكل وهي القطعات تعطيني جماليه هالشكل، ايضا ايضا هذه القطعه. هاك مرحله اولى. اكو عندي هنا شرائح بصل، شرائح بصل مكرمل، كرملناها قبل قليل وشفتوا شلون على نار هذا تكرملت. نبدا نستغل هاي القطع الشكل للتزيين حتى تكون عندنا مرافقه وتعطي نكهه وطعم مميز. عندي الصوص هنا بدا ياخذ تفاصيل كامله. بسم الله، راح نترك الان الصوص على جانب، خلاص نغلق الحراره اسفله وننتظر. فقط عندي هنا قطع الطماطم تبدي تاخذ تحمير، الجزر عندي جاهز، البطاطا والقرنبيط جاهزه داخل الفرن، والستيك جاهز، الصوص جاهز. استغل هذا الوقت اللي احتاجه لانتهيت تفاصيل الطبق مره اخرى. خلينا نروح الى فراس. فراس الامور جاهزه عندك؟ ان شاء الله جاهزه. طيب الطبق الاخير ان شاء الله جاهزه. طبعا اثير انت مو من عشاق الطعام الساخن، بس يمكن شو اقول يعني، مره مرتين سالتني على هذا النوع من الستيك. جيد. طبعا هذا النوع من الستيك متوفر عندنا بكثره، لكن مو الكل يشتغله بحذافيره او بشكل صح. احنا حاولنا اليوم انه نشتغله بشكل صح، هذا الطبق نحاول نقدمه ايضا بشكل صح، كقطعه لحم مقدمه تكفي للزبون. يعني تقريبا عندنا هنا 200 غرام اليوم احنا مقدمين من الستيك او من الحبل لكل شخص، يعني هذا الطبق ب 200 غرام او ما يزيد عنه بقليل، بس هو المفروض يكون 200 غرام، كل قطعه 100 غرام، او تكون هي القطعه 180 غرام واحده، قطعه فيليه واحده 180 غرام تكون مطبوخه وكامله وجاهزه. احنا وضعنا الطماطم، وضعنا البصل، وضعنا السلق في داخل الطبق. ايش راح نسوي؟ راح نبدا ناخذ ايضا قطعه البطاطا اللي هي ضروريه جدا ومهمه في طبقنا. ضروريه جدا ومهمه في طبقنا لهذا اليوم. عندي القرنبيط هنا لسه موجود. طبعا الصوص ايضا عندي هنا موجود. مشاهدين الكرام، الصوص عندي هنا بهالشكل صار جاهز، يعني بين قوسين نقدر نقول حتى اختمر، يعني نزل طعم الفلفل بشكل تام. شكله جدا مميز ولذيذ. ايش راح نسوي هسه؟ احنا نبدي نسحب كل التفاصيل.
ننزل صوص فوق قطعة اللحم. هالشكل. نبدي الطريقة. ضفنا الصوص تفاصيل كاملة. أيضا أكو عندي هنا القنابيط بقى. ناخذ قطع القنابيط المشوية المحمرة بشكل تام. هالطريقة هذا نضيفه. بسم الله. أيضا. نحاول نختار عوادل المعدنوس الرفيعة حتى تعطيني شكل مميز عندما نضيفها أو نحاول نضيفها في قلب الطبق. الشكل الجميل. بسم الله. أيضا عندي هنا الشكل وصار عندي طبقنا جاهز وكامل لهذا اليوم اللي هو البيبر ستيك من الألف إلى الياء. أتمنى تكونوا استفدتم من فقرتنا هذا اليوم. إذا الله سبحانه وتعالى رزقنا العمر لغاية يوم الأربعاء القادم إن شاء الله راح نعد نوعين من السندويشات الباردة. نحاول نعد الفينجر ساندويتش والبينول ساندويتش أو الرول ساندويتش أو الكلوب ساندويتش. واحد منهم راح نشتغل من الأسامي اللي ذكرتها بالإضافة إلى الفينجر ساندويتش اللي هو الطبق ممكن أنه يعد للأطفال خلال فترة الدراسة أو فترة الامتحانات أو غيرها. يعتبر المواد اللي منشطة للذاكرة وبنفس الوقت أيضا مفيد وصحي جدا للأطفال أو حتى لكل الفئات العمرية. لا تنسون الأربعاء موعدنا مع هاي نوعين من السندوتشات راح نجهزها إن شاء الله بالتفاصيل كاملة في الياء. وطبقنا هسه صار جاهز. اسمحوا لنا نودعكم على أمل لقاء بكم الأربعاء بإذن الله سبحانه وتعالى مع فقرة أخرى من فقرات المطبخ.